بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم فتحي سعد، رئيس الجمعية المحمدية السلالية لشباب مهدية. هي جمعية أسست من أجل الدفاع عن الحقوق ديال السلاليين، ومن أجل الدفاع عن الحقوق ديال المصلحة ديال السكان ديال الجماعة، والدفاع على الشق البيئي اللي هو معطى أساسي ومهم بالنسبة لنا احنا كمجتمع مدني وكفاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين بالجماعة. فالملف ديال اليوم طرح مجموعة ديال التساؤلات، هو موضوع نقاش من سنة 2015 حول التفويت ديال واحد في صيغة عقد كراء لواحد المستثمر من أجل إنشاء واحد الأكاديمية ديال كرة القدم. هذه الأكاديمية اللي خرجت للوجود سنة 2017 كانت بواحد مجموعة ديال المفاوضات ماراطونية لأبناء ديال الجماعة السورية في شكل الجمعية المحمدية السورية شباب مهدية. داروا واحد مجموعة ديال الاحتجاجات ومجموعة ديال الاستفسارات ومجموعة ديال الجلسات الماراطونية مع ممثلين السلطة المحلية والإقليمية، وحتى يعني بعض اللقاءات مع ممثلين ديال السلطات الوصاية وبوزارة الداخلية حول هذا الملف، وهو احترام الجانب البيئي والشق البيئي اللي هو معطى أساسي ومهم، وذلك تفعيلا للمواثيق الدولية والمواثيق الوطنية، وحول احترام يعني الشق البيئي اللي هو التي تشكل جزء مهم يعني في الحياة اليومية والاجتماعية وحتى الاقتصادية بالنسبة للساكنة ديال المهدية خاصة، والساكنة الساكنة المغربية بصفة عامة. فهذه الجلسات الماراطونية اللي جلسناها بخصوص هذا الملف هو أن هذا المشروع دار على حساب يعني دار على حساب هو استثمار خاص، دار على حساب الاستثمارات العمومية ديال الجماعة، لأن حتى الجماعة المحلية اللي هي جماعة ترابية ديال المهدية دارت كان عندها واحد المنطلق أنها غادي دير واحد التوسعة ديال الملعب البلدي، وكان حظى بواحد الموافقة نيابية في سنة 2013. هذه الموافقة تعطات من طرف النواب ديال الجماعة السلالية من أجل يعني التوسيع ديال الملعب الجماعي، ويولي واحد الملعب اللي هو راه الخدمة ديال الشباب وخدمة للقطاع الرياضة اللي بقى للتوجهات السامية ديال صاحب الجلالة. ولكن تفاجئنا احنا كأفراد ديال الجماعة السلالية بواحد السياج اللي دار على عموم المساحة ديال الغابة المشرفة على الجرف، اللي طرح قضية ديال الرأي عام ديال الانجراف ديال ديك السفح سقوط ديال الصخر، وهذا راجع الى الدراسات الجيوتقنيه اللي كنا ديجا شرفنا عليها حنا كسكان ديال الجامعه. كان عندنا واحد الملتمس ديال بناء واحد المسجد اللي هو بيت القصيد، وكانت رفضات السلطات الاقليميه انا ذاك كان ديك الساعه السيد الوالي ديال الجهاد غبشر بن حسن رفضوا، قال لك بان هذا المسجد ما يمكنش يدار في الفضاء ديال سيدي الغازي، لان هذا الفضاء هو فضاء اللي خاضع للحدود الوقائيه ديال محميه سيدي بوغابه، وهذا الفضاء يعني شوفوا شي اسباس اخر باش ديروا فيه هذا المشروع، لان هذا عندنا كاين واحد الشروط وقائيه خاصها الدار وحمايه ديال الاشجار، وكاين لانوض ديال المياه والغابات ديال المديريه الجهويه ديال المياه والغابات اللي قالت هي واحد النقطه اللي هي مهمه، قالت ان كاع الاشغال كاين احترام ديال الحدود الوقائيه البيئيه اللي تابعه الحدود ديال سيدي بوغابه محميه سيدي بوغابه، وكاينه حدود اللي خص يجب الاحترام ديالها، وهي الحمايه ادماج الاشجار في اشغال التهيئه، واي اشغال التهيئه اللي هنا كيتطرح السؤال، يعني ان التصور او الملاحظات اللي دلت بها المديريه ديال الشؤون القرويه بخصوص بعض المراسلات رسلناها احنا بخصوص هذا المشروع، يعني استجبت لنا واستجبت الاطروحه ديالنا هي حمايه الاشجار. قالت لك بان هذا المستثمر الا بغى يدير هذا المشروع ديالو خصو يلتزم انه ما يمشش في الاشجار، وهذو كاينين مراسلات راه كاين الوثائق ديالهم تعزوا ان هنا بان ان الوعي ديال الناس المسؤولين يعني تمشوا معنا في الطرح، وخرجت واحد اللجنه ديال التقصي وجات جات للمكان عين المكان وعينات وشافت هذه الاشجار، ولقات بان هذا صوره الماديه يجب الاحتفاظ به لانه يكتسي واحد الضروره القصوى طبقا للتوصيات ديال المديريه الجهويه ديال المياه والغابات. وحنا مشينا في التصور يعني هذا السيد واخا ودخلنا في يعني في عراكات قضائيه ووصلنا يعني للمحكمه الاداريه، حنا كان عندنا التوجه ديالنا انا ما دخلناش في القضيه ديال كيفاش دار هذا المشروع، حيت دخلنا في الحيتيه ديال هذا الملف كاينه امور خطيره انا تنوصفها بهذه الطريقه هذه، وحنا ما تنخافوش من كلمه الحق، كاينه امور اللي هي خطيره، هي عدم احترام المساطر الاداريه، وهذا المشروع توقف وكاينين كاع ادلاءات وكاين تصريحات وكاين محاضر ديال الاجتماع، وحنا جلسنا مع هذا المستثمر وقلنا له اسيدي هذا المشروع الا بغيتي ديرو بعد غير من هذا الفضاء الايكولوجي واجي خذ في 6 قطارات في الجماعه ديال المهديه، يعني ما كناش ضد الاستثمار باش ما يديوش هذا ما يحسبوناش باننا حنا ما واعيينش بان البلاد محتاجه الاستثمارات اللي هي حقيقيه تخرج الحيز الوجود، واخا تكون فوق العقارات ديالنا الا ما الارض كاينه وراكده الا محطوطه للاستثمار، وحنا مع الاستثمار يعني استثمار حقيقي، ولكن لقينا ان الناس عندها واحد التوجه اخر وانهم ولاو تيغلطوا الناس تيقول لك هذوك تيدافعوا غير على الفلوس على المستحقات ديالهم،
انا بغينا نخرجوا هاد الناس من هاد الروتين اللي هما عايشينه وهاد اللاوعي اللي ولاو تيغلطوا به الراي العام ويغلطوا به الناس ويغلطوا به عموم الساكنه ديال المدينه، تيقولوا باننا حنا تندافعوا على مستحقات خاصه بالجماعه، ولكن هاد المستحقات الخاصه بالجماعه هي كانت راه الاشاره ديال مجموعه ديال الاستثمارات العموميه اللي دارت فوق ارض الجماعه، منها ملعب، منها بطاقه الامن، منها مركز صحي، منها يعني كاين بزاف ديال الاستثمارات اللي دارت، ولكن ما فيها باس اننا نخرجوا من واحد القوقعه ونهضروا على ان الحفاظ على التراث اللامادي والتراث الطبيعي بالخصوص هذه المحميه، هذا حنا نسميوها محميه لان يعني محميه طبيعيه ربي عطيها واحد 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 الرونق وواحد الجمال وواحد واحد الموقع استراتيجي، ما يكونش قبل الاستثمار من اجل الاستنزاف ديالو يقطعوا هاد الشجره باش راه حتى هي روح سيارة محمية عندها قانون مغربي تيحميها، عندها ظاهر شريف تيحميها، عندها مواثيق دولية تحميها، دونك حتى التوصيات ديال المؤسسات الوصية على البيئة ولا الوصية على 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 على, على المياه والغابات، راه الإدماج ديال الأشجار يكتسي ضرورة قصوى، حتى وزارة الداخلية ما زادش فيها النقاش، حتى الوعي ديال السيد العام المدير الشؤون القروية قال لك أسيدي مع الالتزام أن المستثمر إلا بغينا نوافقوا على الطراديو خصو يلتزم بعدم لمس بالأشجار المغروسة بالعقار، دونك حنا فعلنا السيد فعلنا غير التوصيات ديالنا، حنا راه مجتمع مدني، هضرنا بتوصيات ديال الدستور، هضرنا بواحد الوعي اللي خصنا تكون ولا خصها توعى به، راه كنهضروا على واحد المتنفس، راه ولا المتنفس الطبيعي والفضاء الاخضر، الفضاء الاخضر ولا واحد الضروره قصوى، راه ما يمكنش نولوا عايشين غير وسط البيطون ارمي، ولا كنا غنعيشوا غير وسط السكن وسط البيطون ارمي، ما بقى عندها حتى معنى، الحياه ما بقى عندها حتى شي اساس، وحتى الصحه ديال الانسان ما بقى عندها حتى معنى، وعاد زيد الدور الوقائي ديال هاد الشجره دي، لان واحد النهار هاد الفضاء يقدر اليوم كاين غدا ما يكونش، انتم شفتوا الكارثه اللي وقعت على الحافه ديال الطريق، وهذا هو اللي كنا كندوا به، لان حنا هضرنا ما هضرناش بالفراغ، هضرنا بالاختصاص وهضرنا بناء على دراسات وعلى دراسات جيوفيزيائيه، هذا العقار هذا الشجره ما دارت هنا الا وعندها معمره يعني التعمير ديالها راه اكثر من 120 سنه، يعني الحفاظ على الدور اللي دارنا دور وقائي باش ما يوقعش انجراف في التربه، ولكن اليوم تنتفاجئوا ان غياب المساطير، حنا ربطنا مني يعني كان في المحضر اللي كانت تحصرت فيه العدد ديال الاشجار اللي كان موضوع النقاش ديال تاسيس هذا المشروع هذا، كانت هي 83 شجره، كانت تعطات الموافقه على اساس انه باش تقطع الشجر، ولكن ملي دخلنا حنا تحيدت ديك الموافقه النيابيه باش تقطع الشجر لانه غير خاضع للنظام الغابوي، دونك الدور ديالنا حنا كمجتمع مدني يعني اضطر انه يتفعل، تفعلنا حنا بالاراده ديالنا وبالنضال ديالنا، لان النضال ديالنا نضال قانوني مشروع، ناضنا على واحد القضيه بيئيه وربحناها، يعني ما ناضناش على واحد المشروع اللي غادي يتحيد، عطينا مقترح ديال التحويل لان هذا الفضاء كذا تحط هذا المشروع هذا يعني بالقوة، باش نقول لك تحط بالخاطر تحط بالقوة، وكانوا فيه مجموعة ديال الخروقات وصلنا فيه وصلناه للمصالح الإدارية والإقليمية والسلطة المحلية، ولكن كاينين بعض الناس اللي هما كيف ما ندد بها صاحب الجلالة، كاين بعض الناس اللي هما ما تيتحلوش بالروح الوطنية وروح المسؤولية، ما نبقاش نقولوا بأن حنا أنا مسؤول وندير الفوضى وندير اللي بغيت، راه كاين قانون في البلاد، كاين قانون في البلاد خصو يتحترم، واللي بغى نبينوا بان كاين عيوب كاين عيوب، الانسان خصو يحشم على العيوب اللي دارها، يعني ما تهضمش الحقوق ديال الناس وما تهضمش الحقوق البيئيه، دابا حنا ولينا محط شنو نضال القضيه البيئيه، هاد الشجر كيفاش وزير الداخليه خص له باش ما يتقطعش ولا كيتقطع، ومنين عيطوا حنا للسلطات المحليه عيط للسيد الباشا دابا جوج الخطرات عيط ليه الاسبوع اللي فات وتوقف هاد الشيء هذا، خرج السيد القائد والسيد القائده خرجوا داروا المعاينه ديالهم، واليوم تنتفاجئوا عاوتاني خرج تيتقطع عاوتاني هاد الشجر، طلع السيد قاس يقطع امام مرأة من الجميع، هاد الشيء راه عيب وعار، ومنين اتصلت بسيد الباشا مشكور قال لك اسيدي انا هاد السيد الله حط طلب، يعني هاد السيد ملي حط طلب هو سبق طلب، يعني رجع للمسطره اللي كان دار الاولى، يعني انت سبقتي حطيتي المشروع وبديتي تجبني، وعندنا ما يفيد، حطيتي المشروع وبديتي تجبني وعندك رخص ديال البناء وبديتي وانت مازال ما عندكش الموافقه ديال وزاره الداخليه على المشروع، رجعتي عاوتاني كتقطع الشجر بلا ما تاخذ الموافقه، وما احترمتيش الدوله وما احترمتيش الممتلكات ديال الجامعه، الا فعلا انت عندك عقار فيه 3 قطارات و 880 ار سيدي، راه خصك تعرف بان ذاك الشجره راه ماشي ديالك، هذيك الشجره عندها واحد الدور وقائي، غدا ولا بعده الجبر راه غيمشي كامل، انت راك درتي واحد الطلب اخر بغيتي قطار عاوتاني اخر بغيتي دي عاوتاني في نفس الفضاء، راه حنا نيت واقفين فيه وكنتي بغيتي درتي طلب باش ديه ودفعتيه للسلطات الاقليميه، وجو تعرضت لك انا تنتعرض لك، انا ما تنخافش نقول الحق كلمه حق تنقولها، تعرضت لك انا ماشي اللي غارض في نفسي يعقوب، انا تعرضت لك لانك انت عندك واحد الوعي استثماري، ولكن حنا عندنا وعي بيئي، هنا فين غالبينك؟
عندنا وعي بيئي وعندنا روح المواطنه. الا غرنا على مدينتنا عندنا غيره، راه خارجه ماشي خارجه، غرنا على مدينتنا غير من فراغ، راه عندنا غيره داخليه، تنغيروا على ديورنا وتنغيروا على البيئه ديالنا وتنغيروا على الوطن ديالنا. لان اللي ما عندوش غيره في البيت ديالو وما عندوش غيره في المجال فين عايش فيه والمدينه التراب اللي تعيش فيه ويدافع عليه ويغير عليه ويحترم القانون ديالو، مرحبا بالاستثمار. انا تنعاود نقولها، مرحبا بالاستثمار، ولكن الاستثمار الهادف لاحترام الخصوصيه الطبيعيه. وهنا تتبان لك بان الانسان تتكون عنده روح المواطنه. اما باش نبقاو ندرقوا الشمس بالغربال ونقولوا بان لا هذا مشروع استثماري، مشروع استثماري من حقك تحلم لانك قطاع خاص ديالك، حتى حنا راه من حقنا نحلموا، حتى حنا من حقنا نعيشوا في واحد البيئه اللي هي سليمه، حتى حنا من حقنا نحافظوا على التراث اللامادي ديالنا، حتى حنا راه ملك ديال الجماعه. الا هضرت انا نيابه على افراد الجماعه كنهضر ثاني نيابه على سكان الجماعه، لاني كنمثل سكان الجماعه وكنهضر من منطلق اننا عندنا وعي بيئي وخصنا نحافظوا على المنطلق البيئي. ولكن من هنا تيطرح التساؤل، وهذا السؤال هذا التساؤل اللي غادي نطرحه، واش فعلا هاد المستثمرين واش كيديروا، واش عندهم واحد البعد بان هاد البلاد هادي راه عندها ممثلين ديالها؟ واش هاد الناس اللي كتجرأ وكدير هاد الخطوات هادي بالطريقه هادي، واش عارفين بان البلاد راه فيها اداره، راه فيها مسؤولين، عندهم الوصايه على هاد الاراضي ديال الجمهور؟ كاينه تمثيليه ديال النواب، كاين مجتمع مدني، كاينه مديريه ديال البيئه، كاين بزاف ديال المؤسسات. واش تحطات ما تقطعش الشجر؟ هذا راه عيب وعار صاحبي، هذا راه وصلنا لواحد المستوى اننا تنتخطاو الادارات. وراك درتيها المره الاولى ما تعاودش ديرها المره الثانيه، ولكن ملي تديرها المره الثانيه دونك خصنا نعرفوا شكون هما الناس اللي تيشجعوك انك يخلوك دير هذه البديله هذه وتقطع الشجر. راه الا قطعتي الشجره راه عارف بان كاينه مساطر قانونيه واخا ما تكونش خاضعه للنظام الغابوي، راه كاينه مصالح في الوكاله الجهوي ديال المياه والغابات، كاينه مصالح اللي كتخرج وكدير معاينه وعطيك الدليل، طاحت لك الشجره وخرج لك القايد ودار لك محضر وتقول لك بان ديك الشجره راه هي بس وطاحت. ولكن باش تقول بان الشجره وتهضر، انا كما اتصلت مع سيدي الباشا قال لك بان الشجر تيدير له تيسبب له خطر، ولا كان الشجر تيسبب خطر؟ اذا حنا ملي غنمشيو هنا في الفضاء حتى الشجره غتسبب لنا خطر. راه عندك 83 شجره وعندنا اجراءات درناها في المحكمه، اجراءات ديال الخبره، وحصرنا لك الشجر والشجر تقطع، وانا تنقولها وتنعاود نقولها، وخرجتيه من 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 الفضاء اللي فيه، وفين مشى؟ ممتلكات ديال الجماعه فين مشى؟ شكون اللي رخصك باش قطعتيه؟ وانا تنقول اللهم ان هذا لا منكر. وحاليا دابا واش الشجر تقطع وعاودتي عاوتاني قطعتيه؟ ما احترمتي لا سلطات. ملي اتصلت انا بسيد الباشا ونتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، اتصلت به قال لي هو حاط غير طلب، ومني غيحط هو طلب؟ اذا انت ما احترمتيش هاد الممثلين ديال السلطه المحليه، ما احترمتيهمش. الا جيتي اليوم تقطع الشجره غدا اللي غيهز من شرف يقطع الشجره، قطع الشجره ودير اللي يخرب، وكاينه الفوضى في البلاد واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. ودي رساله انا تنوجهها للمسؤولين ديال السلطه المحليه، وتنوجهوها حتى لراسنا حنا كممثلين ديال السكان، وتنوجهوها حتى للسلطات المحليه، السلطات الاقليميه والسلطات الوصايه والوزارات المعنيه بالبيئه. هاد الشيء راه الا بقينا غاديين فيه راه حنا كنديروا غير كنديروا شعارات ديال اننا كنهضروا على البيئه ونديروا وكندوا بشعارات ديال البيئه، الحمايه ديال البيئه، ونشاركوا في التظاهرات البيئيه والتزموا بالمواثيق البيئيه، وعندنا قوانين وعندنا كذا. ولكن الا بقينا غاديين بهذه العشوائيه وبهذه الفوضويه ما كنلمعوش الصوره ديال ان بلادنا وحنا اللي مسؤولين على هذا التلميع، ان هذه البلاد هذه راه فعلا حنا غاديين في التوجهات ديال حمايه البيئه وديال وش يقول لي هو هذا الاختلال والتوازن الطبيعي. راه هادشي مناش كيجي؟ قطعتي شجره راه هاد الاختلال الطبيعي وهاد الكوارث الطبيعيه اللي كتوقع وهاد الانجرافات ديال التربه اللي كتوقع وهاد الاشياء اللي كتوقع اللي كتضرب السمعه ديالنا حنا والسمعه ديال البلاد، راه حنا اللي كنكونوا، راه البشر الطاقه البشريه هي السبب في هادشي هذا. اما نحافظوا، عندنا جوج اليات، اما نحافظوا اما نخربوا. وحنا راه كمجتمع مدني حنا واعيين كل وعي اننا حنا جينا باش نحافظوا، ما جيناش باش نخربوا، جينا باش نساهموا، ما جيناش باش نتعرضوا. حنا الا كنتي انت عندك مشروع استثماري ديالك الله يعاونك الله يسهل عليك، الا حطيتيه فوق القوه ديال البشر حنا ما غنتخطاوش، لان الله سبحانه وتعالى ما تيضيعش الحقوق ديال الناس. كي قال السي والد رجلك يديروا النيه، حنا دايرين النيه معاك، درنا النيه معاك في الاول وجلسنا معاك في الاجتماعات ومشينا معاك بالنيه ديالنا. ولكن انت عاوتاني شكون النيه ديالك حسنه؟ شكون النيه ديالك انك هذيك الشجره اللي قطعتيها واخا تكون فيها غير درهم ديال الناس خصك تحطها للناس، وعلى الاقل احترم غير الادارات. ملي يقول لي يا سيدي الباشا عطى لي طلب وبدا يقطع الشجره، هذا راه عيب وعار، راه ما احترمتي حتى مؤسسه، حتى مؤسسه، حتى مؤسسه دستوريه كاينه في البلاد ما احترمتيها. وشكرا، وتنوجه هاد الرساله ديالي ان الناس ديال المجتمع المدني ديال المدينه يكون عندهم واحد الشيء ديال الوعي بالمجال ديالهم. راه هذا المجال هذا راه ماشي مجال ديال غير نسمعوا مجال خاص، راه قبل الزوار، قبل السياح، قبل الناس كاملين. تنترجى ان الناس انهم يتماشوا مع السياسه الرشيده ديال صاحب الجلاله.
راه السياسه الراشده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده راه ما جاش قال حمايه البيئه وسياسه الاقتصاد الاخضر والادماج ديالها في التنميه في المنظور بالمنظور التنموي الجديد، راه ما قالهاش من فراغ، راه نساهموا في الاقتصاد ونشجعوا الاستثمار ونجيبوا استثمارات، عندنا تصاميم عندنا تصاميم قطاعيه، الا جا شي استثمار مرحبا به، ولكن خصو يحترم الخصوصيه الطبيعيه ديال اي مجال طبيعي واي مجال ترابي كيف الجماعه وشكرا.